والنهاردة قراءة كتاب ومفيش خروج. هيل ايه يا بنتي الورق اللي انت لازقاه ده؟ ايه ده؟ ايه بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ دي خطة تحقيق الهدف في حياتي. تحقيق ايه؟ هدف؟ هو انت ناسي ايام الجامعة لما كنت بتقعدي طول اليوم تحطي جدول مذاكرة وفي الاخر ما بتعمليش اي حاجة؟ لا 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 لا، الكلام ده كان زمان. انا من النهاردة هلتزم بكل حاجة. طب بقول لك ايه، انا عايزاكي تسيبك من الهبل ده كله تمام وتركزي معايا. تعالي كده ننزل نقعد في مكان حلو وناكل عشان انا هموت من الجوع. انا كمان هموت من الجوع، ما اكلتش حاجه من الصبح بسبب الخريطه دي. بس بقول لك استني كده. ايه؟ لا مش هينفع، خليها يوم تاني، مش فاضيه النهارده. إيه؟ يلا انت بتبصي على مش هينفع. استني بس، هو انت وراكي حاجه اصلا؟ هفهمك بس، استني بس. في مقولة بتقول إنه الهدف اللي ما يستاهلش تموت عشانه ما يستحقش تعيش عشانه، وأغلب علماء الاجتماع بيقولوا إنك عشان تعيش حياة ليها معنى محتاج يبقى عندك هدف أكبر وأوسع منك، هدف يكمل من بعد ما تخلص حياتك على الأرض، هدف يقدم خير للبشر ويخلي حياتهم أحسن ويخلي العالم مكان أفضل، وإنك كل ما استثمرت حياتك القصيرة اللي على الأرض دي في حياة ناس تانية تقدم ليهم الخير والمحبة العملية وتساعدهم وتخدم حياتهم، كل ما عرفت تخلي حياتك أغلى وأقيم وليها معنى. لكن تعال أقولك، فيلسوف المسيحية بولس الرسول قال إيه عن نوعية الحياة اللي ينفع يكون ليها قيمة ومعنى. بعد ما أخد كل الامتيازات اللي تخلي الحياة قيمة ومعنى من كل وجهات نظر وتقييمات العالم، وتعلم زمان الشريعة على يد أعظم المعلمين في عصره، وكان معاه الجنسية الرومانية اللي كان يقدر بيها وقتها إنه يدخل أي مكان ويتحامى في أعظم وأقوى إمبراطورية في ذلك التاريخ، واللي في عز شبابه وطاقته وحماسه وقوته قرر يعمل عمل عظيم لله من وجهة نظره طبعا، وراح يقتل ويعذب المسيحيين اللي دعا عليهم اسم المسيح لأنهم بيتبعوه. اللي في رسالة تانية ليه قال إنه كان مفتريا تعدي الأيام ويتقابل مع المسيح اللي كان بيكرهه وبيعذب أتباعه وبيسجنهم وبيبهدلهم، ولما كانوا بيهربوا لأي حتة بيروح وراهم ويجيب تصاريح وموافقات من المسؤولين عشان يسهلوا له المأمورية المؤذية بتاعته دي، لكن تتشقلب حياته وكيانه كله من المقابلة دي. وفي الآخر يقول كده، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وفي ترجمة تانية معناها كده، لأن المسيح هو حياتي والموت ربح. معقول يا بولس؟ خلاص؟ مفيش هدف تاني تعيش عشانه؟ مفيش حاجة تاني تستاهل إن أنت تستثمر حياتك فيها؟ مفيش فيلسوف مثلا معين أبهرك؟ ولا إله تاني من كل آلهة اليونان والرومان والإغريق اللي أنت كنت على علم بيهم وبثقافتهم أقنعك وشفت إنه يستاهل إن أنت تعبده وتعيش ليه حياتك وتديها معنى وقيمة من خلاله؟ طب بلاش كده. إزاي يعني تشوف الموت هو ربح؟ هتكسب ايه يعني لما تموت؟ ده مفيش حاجة في الدنيا قادرة ترعب العالم ومش عارف يلاقي لها حل او مخرج زي الموت. الموت اللي بالنسبة لأي حد مهما كانت مكانته هو خسارة وخراب وفناء. معقول مش قلقان حياتك تنتهي والناس تنساك وتيجي أجيال ما تعرفش عنك ولا عن اللي انت عملته حاجة؟ فين القيمة في ده يعني؟ بس واضح ان بولس الرسول لقي معنى مختلف لحياته في المسيح. اخيرا لقي معنى اكبر من حياته لدرجة انه حتى مش بس مش خايف من الموت، لا ده كمان شايفه ربح ومكسب، وانه خلاص مفيش حاجة اغلى من كده يقدر يكسبها بعد ما التصق واتحد بالمسيح وبقي معنى حياته فيه. وحتى انجازاته وشهاداته جنسياته اللي طبيعي تبقى مجال فكر لاي حد في مكانه ما كانتش فارقة معاه، بالعكس كان شايفها نفاية. تعرف ايه هي النفاية دي؟ النفاية هي الزبالة اللي اتعمل لها اعادة تدوير اكتر من مرة وخلاص لا تصلح لاي حاجة تاني ولازم يتم التخلص منها تماما. وقال كده، واما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. طب عملت ايه يا بولس عشان توصل للمعنى الإدراك ده؟ الحقيقة إنه بولس تنازل وتألم. أيوة تخيل، تنازل عن كل الممتلكات إنجاز التعبير يعني اللي وقفت في طريق معرفته العميقة بالمسيح، أو حتى اللي تمسكه بيها هيجبره إنه يتغاضى ويتنازل عن حاجات ضرورية في طريق علاقته ومعرفته بالمسيح. بس هو اختار إنه هو يتنازل وتألم بس عشان خاطر يوصل المسيح لناس تانية ويستثمر حياته بس إنه يعرفهم بيه، وده كان أغلى هدف عاش ليه بولس الرسول وشافه يستاهل يعيش ويموت عشانه. وإنت بقى شايف إيه أغلى هدف ممكن تكون بتعيش عشانه؟